ينضم إلينا الآن عبر الهاتف قائم مقام قضاء الموصل السيد حسين علي حاجم. مرحبا بك سيد حسين. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدينكم الكرام. أهلا بك. هنالك تدهور كبير في الواقع الخدمي بالأحياء المحررة بالرغم من مرور أكثر من شهر على تحريرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قام مقام القضاء الموصل كدائرة الأولى التي باشرت منذ أكثر من 10 أيام في داخل الأحياء المحررة في حي السماح. حاولنا أن نكون قريبين من المواطنين لكننا لم نحصل الدعم الكافي من الوزارات المعنية بخدمات المواطنين. نسمع كثيرا من التصريحات التي تكون بعيدة عن واقع حال أهل الموصل. المدينة عندما يحل الظلام عليها تصبح مدينة بصراحة نستطيع أن نقول حتى أنها مدينة أشباح. نتمنى أن تسمعنا الوزارات المعنية سواء كانت الهجرة، الهجرة تقول نحن نقدم مرة واحدة سلة واحدة فقط، والتجارة ما زالت لم تقدم إلا 6000 حصة للمواطنين وستتم جرب الوكلاء، لذلك كانوا بحاجة إلى وقفة جدية في مسألة الغذاء وفي مسألة الوقود وفي مسألة الكهرباء وفي مسألة الماء. لا زلنا بعيدين عن رضاء كثير من سكان هذه المدينه الخالصين داخل هذه الاحياء. اليوم كان من المؤمل ان يتم استقبال المواطنين الذين لديهم روادد في شبكه الحمايه الاجتماعيه ممن توقفت رواتبهم بعد دخول صامات داعش الارهابيه للمدينه، لكن التزاحم الكبير حال دون احتكام اللجنه بامرها حيث تدافع على الابواب بشكل كبير، لكن تم تاجيل وسيتم تغيير مكان وتحصل مع مدير شرطه لنا ورافق الحمداني بالتنسيق مع الرسمه ان يكون هناك مكان بعيد يتم السيطره عليه من الناحيه الامنيه. ايضا هناك تخوف على المواطنين اليوم. نعم سيد حسين، بالنسبه للسيارات الحاويه التي تاكل المياه هي لا تكفي، بالنسبة للسائل الغذائية هي في الوقود الموزع على المواطنين لا يكفي. إذا نعم سيد حسين، أهالي الأحياء المحررة يطالبون بضرورة توفير أهالي الأحياء المحررة يطالبون بضرورة توفير مياه الإسالة ويشتكون أيضا من مخاطر شرب مياه الآبار المرة أيضا والثقيلة كما عرضنا على شاشة الموصلية. ما هو ردكم على هذه المطالبات واحتياجات الأهالي؟ هناك نداءات متكررة واحتياجات لتوفير مياه الشرب وهو أبسط ما يمكن توفيره من قبل الحكومة المحلية. الكلام نستطيع ان نقول انه فعلا هو ابسط شيء، لكن في الحقيقه هو شيء صعب ليس سهل، لان انت تحتاج الى مبادر وعندك جزء من الحكومه المحليه، ومع الاسف مرات نحسب على جهات معينه. لا زلنا بعيدين عن ارضاء الناس، تتمنى ان تخصص مبادر تاتيك عدم ارتفاع التسجيل 20 سياره حوضيه او 30 سياره حوضيه او تسجيل الاعذار. لازمنا عندما يحرر الحي هذا الحي تتوقف فيه الحياه لفتره معينه، نطالب بعوده الحياه اليه لكن لا نستطيع. ابسط مثال مثل ما ذكرت هو الماء، الناس بدات تلجا الى الابار، بدات تلجا والابار كيف يتم تشغيلها؟ ايضا بطرق صعبه، الوقود وعربات وجريكانات وتدافع ايضا على الابار يعني شيء إلى ما كانت للحكومة المركزية أكثر خطوية وطالب بمرغمة المجتمع الدولي. نعم سيد حسين، نعم سيد حسين، هنالك خطط لتوفير النفط للمولدات الأهلية، هل هنالك خطط لتوفير النفط للمولدات الأهلية وتزويد الأحياء السكنية بالكهرباء لحين إعادة الكهرباء الوطنية؟ تم جلب جميع المولدات العاملة داخل الأحياء المحررة، العاملة فقط أنا أؤكد يعني العاملة وليس من لديهم كارت، وهناك من يقوم بالشكوى من لديهم كارت مولد وليس له ولد في مكانه يعني.
بالنسبه للمولدات الموجوده والمنصوبه حتى سواء كانت الغير عامله مثل عالم توفر الوقود تم جردها. اتفقنا مع دائره المنتجات النفطيه بان تطلق حصص هذه المولدات بسرعه، لكن الان المنتوج ياتي من بغداد. سابقا كانت مصارف البيض يقرب علينا بالتجهيز، كانت لدينا يعني نحصل على منافذ تجهيزيه اخرى، لكن اليوم المنافذ صعبه جدا الحصول عليها، يعني سواء كانت للمشتقات النفطيه كافه، يعني ليس في ماده الغاز وارد للنفط الابيض. لذلك الحمولة التي تأتي من بغداد حتى من أغلب الطائرات الغاز، لازم هذا نسبة الضرر 30% لمعمل حمام العليل، وأيضا لا زال قريب على خطوط الصد. نعم. يعني هناك مشاكل كثيرة أيضا تعانيها شركة المنتجات النفطية. نعم سيد حسين. سيد حسين، يعمد أهالي الأحياء المحررة على إحراق النفايات المتكدسة. نعم كنت تسمعني. سيد حسين، وزارة التجارة التي لم تصرف هذه الحصص. نعم سيد حسين، وصلت الفكرة. هناك أيضا يعمد الأهالي الأحياء المحررة على إحراق النفايات المتكدسة في شوارع مناطقهم بسبب كثرتها وعدم وجود جهد بلدي لإزالتها. مثل ما قلت لك ويسمعنا المشاهدين، يعني لا زالت وزارة البلديات عليها أن تقوم بتخصيص مبالغ إضافية أخرى لموضوع التنظيف الكابسات المعجلة. أنا الأرض أنا لاحظت قبل نصف ساعة توجد في برقمة المقر المحافظة الجديد الذي سيتم المباشرة فيه، توجد آليات كثيرة متوقفة بالقرب من محافظة نينوى. أتمنى أن تقوم هذه الآليات والجهد الذي قدم من بغداد لمساندة الموصل ويصرف لهم إفادات وتصرف لهم أجور، أتمنى على هذا الجهد سواء من الأخوة العاملين على هذا الجهد، لأن ليس لدينا التدخل المباشر معهم. أتمنى نعم. أن يعني ينسقوا مع الأجهزة الأمنية للدخول إلى الأحياء ورفع النفايات. نعم القطع الفارغة بدأت تكون هناك نفايات، مع العلم بأن هناك الآن القدرة الشرائية لأهل الموصل هي تكتفي بالحاجة الأساسية والضرورية فقط، ولذلك كمية النفايات قليلة. ولو كانت هناك يعني إطلاق لرواتب الموظفين وعودة الحياة، لا تعود الحياة إلى هذه الأحياء ما لم يتم إطلاق رواتب الموظفين. رواتب الموظفين في ناحية القيارة على مدار 3 أشهر لحد الآن لم تطلق أغلب الرواتب، والقيارة خرجت في يوم 25/8. نعم استمر هذا الوضع واستمرت هذه المجاعة. السيد حسين وصلت الفكرة. وتمنى على دائرة رئيس الوزراء، لا نريد سلة غذائية، لا نريد بركان نبض، نتمنى أن تطلق رواتب الموظفين الذين باشروا بوظائفهم في المناطق المحررة بالسرعة الممكنة. نعم السيد قائم مقام قضاء الموصل حسين علي حاجم، شكرا جزيلا لك.